نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا وير لايف. ندعوكم للاشتراك في القناة ونكمل معكم بقية الجزء الأخير من هذا الكتاب، وهو الدرس الثاني من Language Boosters لطلاب الصف الخامس مادة Team Together اللغة الإنجليزية المنهاج الجديد في الأردن. نرحب بكم جميعا ونبلش مع بعض في السؤال الرابع. Read and circle the correct answers. A lion runs more quickly than a panda. هلا هون نحن بدنا نقارن وبدنا نستخدم الظرف، يعني المقارنة الظرفية. A turtle swims more slowly than a dolphin. More وslowly. A butterfly flies more quietly than a parrot. A kangaroo hops more easily than an elephant. A monkey climbs more carefully than a hippo. فإذا هون عم نقارن ما بين شغلتين، monkey و hippo، ومنحكي انه الاثنين they climb carefully، الاثنين بيطلعوا شوي شوي بيتسلقوا بحذر، بس احنا المونكي بنحسه اكثر حذرا، فعشان هيك بجي بحكي more وبحكي الادفيرب اللي هو carefully وبنحكي وراها اللي هي than، فبالتالي صارت عندي more carefully than. تمام، نفس الشيء هون قارنا ما بين اللاين وما بين الباندا، مين الاسرع؟ بيطلع لنا اللاين، فبنيجي بنحكي a lion runs مش quickly more quickly، ولازم نحط الذان. هاي عملية المقارنة باستخدام الظروف. Let's go now to the superlative. بنحكي شوي بلمحة بسيطة عن superlative اللي هي بنحط للadjective للصفة est عشان نحكي انه هو اشطر واحد، احسن واحد، افضل واحد، اسرع، هو الاسرع، زي ما بنسميه نحن باللغة العربية اسم التفضيل. So it is the slowest seahorse. فإذا هون بدنا نشرح عن السي هورس، فبنحكي it is the slowest seahorse، إنه هو الأبطأ. يعني هلا هون بدنا نختار الإجابة الصحيحة، هل الدولفين ولا الشارك ولا السي هورس هو الأبطأ؟ الأبطأ هو السي هورس. تمام؟ So بنكتب the slowest is the seahorse، فبنكتب كلمة سي هورس. يعني بدنا نختار الإجابة الصحيحة، it is the loudest، هل هو البارت ولا الرابت ولا البترفلاي؟ إذا البترفلاي ولا الرابط ولا البارت هو الصوت أعلى، فإذا أكثر إشي بطلع صوت هو أكيد البارت لأنه مزعج كتير. It's the quickest، مين أسرع واحد؟ هل تورتواز ولا كانجرو ولا اللاين؟ أكيد أسرع واحد يكون اللاين، فبنكتب كلمة لاين هون. Number four، it's the quietest، شو هو أهدأ إشي؟ أوكي إذا هون بنكتب باندا لأنه هو أهدى إشي، الباندا ما بصدر أصوات مزعجة زي اللاين وزي الهيبو. هون شو المطلوب منا؟ We have to draw, write and share about the animal you like the best. يعني ممكن ترسم صورة كلبك وتيجي تحكي إنه إن ليه بتحبه أنت؟ مثلا ممكن تحكي I like my dog، وممكن تسميه مثلا Lucky، ممكن تسميه Lucy اللي بدك إياه. ليش؟ Because it is the nicest، ممكن الحلو، and strongest لأنه هو الأقوى. أوكي تمام، إذا نحن بهيك أنهينا هذا الدرس. نراكم إن شاء الله في درس قادم رح نخصص له أكيد فيديو جديد. شكرا لكم أعزائنا وإلى لقاء قريب. باي باي.